عادات تزيد من استهلاك الوقود في المركبة. من العادات التي تزيد من سرعة استهلاك الوقود في المركبة تحريك المركبة بقوة عند الخروج من الإشارة الخضراء ومن بعد المطبات، عندما يقل ضغط الهواء في الإطارات، فالضغط الطبيعي في الإطارات من 35 PSI إلى 33 PSI. عدم استخدام نوع الوقود الغير مناسب لمركبتك. تركيب الأجهزة لاستهلاك الوقود في المركبة قد يؤدي إلى تأثير عكسي لاستهلاك الوقود. القيادة بتهور بسرعات عالية يؤدي إلى استهلاك الوقود بشكل كبير.